النهارده وانا بقى فرصه مع الاستاذ حسن المسكاوي لاول مره هنا في الاولى، يعني عمال اقول نفتح قضيه منتخب مصر معاه هيعمل ايه في السنغال، الاهلي كسب برونزيه كاس العالم، طب الزمالك موقفه ايه في الفتره اللي جايه. قلت نخلي الحكايه النهارده حكايه حب كده في الكوره. هبدا مع حضرتك باللي انا كنت قايله في الانترو النهارده. في جمله شهيره كده، كليشيهيه شهيره، هو انتوا بتحبوا الكوره ليه؟ وانتوا بتاخدوا ايه من الكوره؟ هو انت بتكسب مع اللعيبه ديت عشان تحب الكوره؟ لا لا ده دي ده ده اللي بتحب الكوره ليه؟ يعني ليه العالم بيحب الكوره؟ ليه احنا مصريين بنحب الكوره؟ العالم كله. لا ده موضوع يعني انا عشان اتكلم فيه ممكن ناخد الحلقه كلها، كنا هنقول كل التفاصيل. ليه بقى؟ اتفضل. لان في ناس من 40 سنه من زمان قوي يعني سبقونا وعلمونا، علماء اجتماع وعلماء علماء فيزياء، علماء يعني حللوا ليه الشعوب بتحب الكوره. الموضوع يعني ليه الكوره مش كره السله؟ ايوه، ما هي لعبه جماعيه برضو كره السله. طبعا. طب وليه مش كره اليد؟ وليه مش كره الطايره؟ هم يعني في تفسيرات جميله جدا. الصراع هو جوهر كرة القدم. الصراع اللي هو ايه؟ الندية يعني. التنافس أيوة. المنافسة يعني. بس فكرة الصراع دي عشان هي الحقيقة جاية من الندية يعني. أهداف الكورة يعني، أنت لما بتيجي ماتش باسكت مثلا بتبقى عارف إن كل هجمة تقريبا بنطين أو يعني بنقط يعني. السيرف في الكرة الطايرة، كرة اليد، كل هجمة غالبا بتبقى جون، انت عارف، انت متوقع ان في هدف هيجي. صح. فعشان كده تلاقي هدف هنا وهدف هنا، هدف هنا، باسكت هنا وباسكت هنا، كرة طايرة، بنط هنا وبنط هنا، وهكذا. الا الكورة. الكورة الشك في نتيجتها عمل لها حاجة إثارة، عمل لها متعة. انك كل هجمة في الكورة انت ما انتش عارف هتنتهي بهدف ولا لا. صح. ده كل ماتش ما انتش عارف مين هيكسب. صح. دي اولا يعني. طبعا. فالجوهر ده خلى العالم كله يقول ان الكوره دي حاجه مهمه جدا. في كلام كتير قوي على الموضوع ده، لكن الكوره لعبه مش عايزه حمام سباحه، مش عايزه يعني اوضه سكواش، مش عايزه مضرب زي التنس وشبكه، مش عايزه واحد، ما هو مفيش واحد يلعب تنس لوحده. صحيح. يبقى زي اسماعيل ياسين بياكل في المكرونه، طبعا مكرونه فاضيه يعني. صح، هي دي بالظبط. فبيبقى لازم تلعب مع، انت عارف اساسا كنت بقول لزمايلي ايه قبل ما اجي، لما كنا واحنا صغيرين نخش البلكونه مثلا. أيوة. في شويه شباب واطفال بيلعبوا كوره في الشارع بطوبتين. ايوه طبعا. كنت بتقعد تتفرج على الماتش. ايوه طبعا، هو كده. اللي هو مش لعيب كوره، ممكن الكوره يلعبها اتنين. يلعبها ثلاثه وجول مشترك. صح. يلعبها الطويل. زي سقراط، ويبقى يبقى مشهور وجبار يعني. يلعبها واحد قصير زي مارادونا ويبقى عبقري واسطوره. يلعبها مش محتاج خوذة ولا محتاج لبس زي الامريكان فوتبول. صح. فالكرة ادوات، مش عايز حصان عشان تلعب فروسية. لعبة ممكن تلعبها بأي حاجة، بكرة شراب، بطوبة، بكرة، فيلعبها الفقير، يلعبها الغني. يلعبها يعني لعبة جميلة جدا. دي كلها تفسيرات سريعة. انما في تفسير انه العلماء الاجتماع قالوا يعني أن كرة القدم هي البديل المشروع للحرب. تعبيراتها كلها عسكرية، جناح وجناح وقلب دفاع وقلب هجوم وهكذا. بعد الحرب العالمية الثانية الإنسان بطبيعته، ده كلام العلماء الاجتماع، بيحب الحرب. وفي الكورة الفريق اللي بيكسب، الحروب في العالم كلها قامت عشان ايه؟ عشان احتلال الارض بثرواتها او على ميه بتاثيرها واهميتها، على الخير يعني. في الكوره الفريق اللي بيكسب اللي بينجح في انه يحتل ارض الخصم. ايوه، بمعنى الاحتلال. وبعدين يعني الانسان، تفسيرهم هم علماء الاجتماع يعني، ان الانسان بطبيعته عنده ميل للحرب، غريزة دي موجودة جواه. طب هقول لك حاجة بقى. اتفضل يا فندم. هو ليه، ويمكن السادة المشاهدين ياخدوا بالهم في أطفالهم الصغيرين يعني، ليه الولد بيجري ورا الكورة؟ ليه البنت ما بتجريش ورا الكورة؟ دي نقطة مهمة.
يعني غالبا صح. غالبا آه. البيبي الصغير 3 سنين 4 سنين لو شاف كرة هيجري وراها عايز يشوطها. البنت غالبا لا، البنت هتدور على عروسة مظبوط تلعب بيها حاجة كده، دي حاجة في الغريزة برضو اللي هي المطاردة اللي هو الصيد اللي هو الإنسان الأول لما كان بيخرج عشان يصطاد ويطارد فريسة. الكرة بالنسبة لل، وعلى فكرة الكرة بالنسبة لل للحيوانات المختلف الحيوانات يعني اللي هي قطة أو كلبة ولا حاجة لو رميت قدام كرة هيجري وراها لأنها فريسة بالنسبة له. فيعني يعني دي كلها تفسيرات كثيرة جدا جدا جدا. تقول نرجع بقى لأن الكرة وصلت إلى مرحلة أصبحت هي انتصاراتها بتمثل كبرياء الشعوب. أيوة. والناس اللي بتلعب في الملعب دي هم أبطالك، لما بيكسبوا وينتصروا أنت هذا الانتصار بيمسك أنت اللي انتصرت. فعشان كده أنت لما حسيت بقى بعد اللي أنا قلته ده كله يعني باختصار شديد جدا عظيم. لا باختصار شديد جدا الأبطال اللي بيلعبوا في الملعب دول اللي هم بيمثلوك لما الفريق بتاعك بيكسب أنت اللي بقيت أنت اللي بطل، أنت اللي بتشعر بالبطولة دي يعني. مفيش بقى إنسان أو مشجع بغير فريقه. الراجل بيغير عربيته، شغله، اللوك بتاعته، لبسه، سكنه، عمله، أي حاجة، لكن ما بيغيرش فريقه أبداً. صح. أبداً. إيه الرابط ده؟ إيه الظاهرة دي اللي تخلي إنسان بتشجع فريق عشان نجم، بتشجع فريق عشان انتصارات، بتشجع فريق عشان فريق الحي أو فريق البيت أو فريق المدينة. دي كلها حاجات. هقول لك حاجة، أنا كنت مرة قاعد مع حد من الفيفا وقعدنا نتناقش أنا وهو، الكلام ده من زمان قوي يعني مش عايز أقول من كام سنة يعني عشان الواحد بيحس إن ده زمان قوي يعني. لا بسيط. قعدنا نتكلم في الكورة، السؤال اللي أنت بتقوله ده هو يقول لي وأنا أقول له هو ليه إحنا الكورة دي ليه أخدت عقول العالم كلها؟ صحيح. لا اللي يقرأ كمان التاريخ بقى بتاع الكورة هيلاقي حاجات كتيرة جدا، والقصص البداية بتاعتها يعني كل الحضارات الرومانية والمصرية والإغريقية والصينية واليابانية والإيطالية والرومانية يعني بتتفاخر إن هي اللي عملت الكورة، هي اللي اخترعت الكورة، هي أول شعب لعب كورة. وكنت شفت في ناشونال جيوغرافيك مرة في 2006 بمناسبة كأس العالم سلسلة حلقات يعني جميلة جدا عن فكرة كرة القدم في حياة الشعوب يعني باختصار يعني وإزاي الصراع ده موجود يعني. يعني أنا بس أبتها مش عايز أطول يعني، لكن الموضوع هو أصلاً شيق. لا هو أصلاً فعلاً الموضوع ده كان بالنسبة لي أنا شيق طول العمر ولغاية دلوقتي. صح.